نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجار. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام في نشرة السادسة، نبدأها بأبرز العناوين. في كلمة متلفزة، الصدر يطالب بتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وحل الفصائل المسلحة دفعة واحدة. الرئاسات تبادر لإنهاء أزمة الانتخابات وحل الانسداد السياسي عبر الانطلاق نحو استحقاقات وطنية تمهد لتشكيل حكومة فاعلة. عشية عودة المهاجرين العراقيين إلى أرض الوطن، أمن ليتوانيا يلاحقهم بالكلاب وبولندا تعتقل العشرات منهم على حدودها. مرحبا بكم مجددا، والبداية سياسيا، إذ حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للقوى السياسية الخاسرة بالانتخابات 5 شروط لقاء المشاركة في الحكومة المقبلة، ودعا إلى تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وحل الفصائل المسلحة دفعة واحدة ومحاسبة من عليه شبهات فساد وحصر التواصل مع الجهات الخارجية عبر الجهات الرسمية فقط. التي إلى القوى السياسية التي تعتبر نفسها خاسرة في هذه الانتخابات، تلك الانتخابات التي شهد العالم بنزاهتها. أولا، لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية. في حال أردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة فعليكم بما يلي: 1. محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد، شبهات فساد وتسليمهم إلى القضاء النزيه. 2. تصفية الحشد الشعبي المجاهد من العناصر الغير منضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة. 3. قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق الحبيب هيبته واستقلاله إلا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية. 4. حل الفصائل المسلحة أجمع، حل الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة، وتسليم سلاحها كمرحلة أولى إلى الحشد الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة. وقال الصدر أيضا خلال كلمته إن قوة المذهب لا تكون بفرض القوة والخلافات الطائفية، مبينا أن ما يحدث في الموصل باسم الجهاد يجب أن يوضع حد له بحسب ما عبر في كلمته المتلفزة. اعلموا أن قوة المذهب لا تكون بفرض القوة والخلافات الطائفية، وما يحدث في الموصل الجريحة باسم الجهاد أمر لا بد من وضع حد سريع له. كما ودع الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وعدم إخضاعها للتسويف. الخيارات الوحيدة هي كشخص، يعني كجهة، أما أنه حكومة أغلبية وطنية وأما معارضة وطنية. يعني مفروض أكو سقف، بس ما أضغط عليهم بأيام قليلة، لكن أيضا الشعب يتطلع وقد انتخب وصوت. في السياق، بحث كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إطلاق مبادرة للقوى الوطنية بناء على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل الحكومة الفاعلة والتي تحمي المصالح العليا وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية. وذكر بيان أن المجتمعين أكدوا ضرورة تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، كما أشاروا إلى ضرورة حسم الشكاوى والطعون الانتخابية
وفق القانون، واعتبار ذلك أساسا في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية، وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية. هذا واستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر بغداد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء تأكيد حماية الاستقرار ودعم جهود العراق في تعزيز أمنه واستقراره والعمل على تمتين أوضاعه الاقتصادية وجهود التنمية، إلى جانب بحث ملف الانتخابات والنظر في الطعون والشكاوى الانتخابية المكفولة التي تقرها اللوائح القانونية والانتخابية وحسمها وفق السياقات القضائية والمهنية وبشفافية عالية، وذلك لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتشكيل حكومة فاعلة تلبي حقوق وتطلعات العراقيين. وعن انتفاضة تشرين التي لم تنطفئ شرارتها حتى اللحظة في صدور أمهات الشهداء الذين سقطوا واحدا تلو الآخر خلال حراك البحث عن وطن بلا فساد ومحسوبية أو محاصصة طائفية، حيث خرجت الأمهات بتظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بدماء أبنائهن الذين قتلوا بدم بارد. وشددت أمهات الشهداء على ضرورة محاسبة قتلة أبنائهن بشكل خاص وأبناء العراق بشكل عام وتقديمهم إلى العدالة، وهو ما يعيد للمرأة العراقية دورها الفاعل في المشهد العراقي من جهة والمشاركة في صياغة المطالب السياسية التي خرج لأجلها أولادهن من جهة أخرى. هذا وأصدرت مجموعة من أمهات متظاهري تشرين والناشطين بيانا يطالبن فيه بإنهاء الإفلات من العقاب، وذلك خلال تظاهرة أمهات ساحة التحرير مشددة بعدم السماح بمضي الجرائم الفظيعة التي حصدت أرواح أبنائهن دون عقاب صارم يمحو كل أثر لهذه الحقبة السوداء بحسب وصفهن. أمهات وذوي الشهداء والمغيبين في العراق، جئنا اليوم من كل مكان نحمل دماء أبنائنا وبناتنا، نحمل صورهم وأسماءهم وما تركوه فينا من حزن ولوعة، لنقول إننا لن نستسلم ولن نساوم على حساب الحقيقة والعدالة، ولن نسمح بأن تمضي الجرائم الفظيعة التي حصدت أرواح فلذات أكبادنا دون عقاب صارم يمحو كل أثر لهذه الفترة السوداء التي أخذت منا أعز ما نملك، ولم تمنحنا سوى الخوف والفساد والخراب والموت. إننا هنا اليوم من بين آلاف الأمهات اللواتي فقدن قرة عيونهن من شمال الوطن إلى جنوبه، من أمهات شهداء تشرين وضحايا الاغتيالات والخطف والتغييب القسري، وضحايا المقابر الجماعية والانتهاكات والاغتيالات، وسجناء الرأي من صحفيين وناشطين ومحتجين في طول العراق وعرضه، وما يوحدنا هو مطلب الشهداء أنفسهم. وجددت أمهات شهداء تشرين والناشطين مطالباتهن الحكومة والمجتمع الدولي بإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجهات المتورطة بالانتهاكات والجرائم التي طالت أبناؤهن من الناشطين والمتظاهرين. أمهات الشهداء اليوم وقفتهم عراقية، مطالبين بالكشف عن قتلة أبنائنا الشهداء. رسالتي لكل من تسول له نفسه في تدنيس ثورتنا الشريفة، في تدنيس ثوارنا الأحرار الأبطال. رسالتي لكل متسلق ومتملق، رسالتي لكل من باع ثورتنا.
وحول أزمة المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية مع دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت وزارة الخارجية توثيق سفر 430 عراقيا عالقين على الحدود البيلاروسية مع دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الوزارة أن 430 مهاجرا عراقيا تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التي ستكون هذا اليوم، مبينة أن فرق القنصلية المقيمة في بيلاروسيا مستمرة في تسجيل أسماء 50 آخرين، مؤكدة أنها تعمل بجهد عال لتوفير أعلى مستوى من الاستجابة للعودة الطوعية. ونبقى في ملف المهاجرين، إذ نشرت لجنة حدود الدولة في بيلاروسيا مقطعا مصورا يظهر حرس الحدود الليتوانية مع كلب يعض رجلا ملقى على الأرض في كيس نوم. من جانبه أوضح المتحدث باسم حرس الحدود الليتوانية إن الحرس لم يرى المهاجر مستلقيا بسبب المصابيح الكهربائية القوية التي استخدمها البيلاروسيون، مشيرا إلى أن الحادث وقع عندما كانت مجموعة المهاجرين على مسافة مترين داخل الأراضي الليتوانية، وقد حاول حرس الحدود إعادتهم إلى بيلاروسيا. أثناء ذلك قال المتحدث باسم شرطة بودلاسي البولندية توماس كروبا إن مجموعة كبيرة من المهاجرين أقاموا معسكرا على الجانب البيلاروسي من الحدود، متهما السلطات البيلاروسية بتزويد المهاجرين هناك بقنابل صوتية لإلقائها على الشرطة البولندية. بالقرب من معبر بيلاروسيا الحدودي أقامت مجموعة من المهاجرين معسكرا، الخيام مكشوفة وهناك حرائق مشتعلة، وكانت السلطات البيلاروسية توزع لهم الطعام، لذا نقول دون تردد أن السلطات البيلاروسية متورطة في توزيع القنابل الصوتية للمهاجرين، لأنها ليست شيئا يمكن شراؤه من ناصية الشارع، لابد أن شخصا ما أعطاها لهم. وحتما إذا سقطت الحجارة على رؤوس رجال الشرطة البولندية سيكون الرد بخراطيم المياه، وهذا ما حدث بالفعل. محليا وتحديدا في ديالى، المطامر الصغيرة المنتشرة في كل مكان أول ما تلحظه عند تجوالك في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. هذه المشاهد المسيئة لجمالية المدينة كانت على وشك الانتهاء بمشروع يدر مليون دولار سنويا لخزينة المحافظة، لكن الفساد وسوء الإدارة لابد أن يتدخل. يعتبر هذا المكان أكبر تجمع للنفايات في محافظة ديالى، يحرق ويدفن عشرات الأطنان يوميا دون الاستفادة من المواد الأولية أو الغاز المنتج للطاقة. تعددت المطامر والمكبات الصغيرة إذ تنتشر في كل مكان دون معالجات حقيقية من قبل دوائر البلدية. في دول متقدمة أصبح من النادر الحصول على النفايات لكثرة معامل التدوير، أما في العراق فلا تخلو ساحة أو حديقة عامة منها. اليوم بمحافظة ديالى نشوف العديد من القطاع تستخدم الأهالي لطبر النفايات، وهذه بها أذية للمواطن. ليش ما البلد يستفاد منها؟ الكثير من الدول تستفاد منها في إنتاج الطاقة، إلا العراق صارت أذية للمواطن، خلينا نستفاد من أذية. 3 ملايين دولار تكلفة مشروع تدوير النفايات، وتفيد الدراسات والجدوى الاقتصادية بتجاوز نسبة الأرباح سنويا المليون دولار، إلا أن متخصصين شككوا بنية الحكومة في إنجاز هكذا مشاريع لاستفادة بعض الجهات من الوضع الحالي. عمل تدوير النفايات اللي هي كلفته 3 مليون دولار وما يتنفذ على أمر الواقع، لأن أكو جهات مستفادة من هذا الموضوع ونفاياتنا دا تطلع خارج المحافظة. تمتلك ديالى مطمرا تقليديا للنفايات تتوجه إليه يوميا مئات المركبات الحكومية تحمل أطنانا منها، والخلاف على الأرض وعائديتها بين دوائر الدولة كان أحد الحواجز أمام إنجاز أول مشروع لتدوير النفايات. صرنا بإجراءات الاستملاك للأرض، دائرة عقارات الدولة طالبت بأجور مثل عالية، يعني بصراحة تقريبا على متر 25,000 دينار، يعني ما يقارب 20 مليار أو 15 مليار بس
أجرة استملاك الأرض. إحنا طلبنا أنه نستأجرها، يعني أنه نتملكها بدون مقابل، كونها نشاط بلدي صنف ألف يعني. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. مشاهدينا، النشرة انتهت، إليكم أبرز ما جاء فيها. في كلمة متلفزة، الصدر يطالب بتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وحل الفصائل المسلحة دفعة واحدة. الرئاسات تبادر لإنهاء أزمة الانتخابات وحل الانسداد السياسي عبر الانطلاق نحو استحقاقات وطنية تمهد لتشكيل حكومة فاعلة. عشية عودة المهاجرين العراقيين إلى أرض الوطن، أمن ليتوانيا يلاحقهم بالكلاب، وبولندا تعتقل العشرات منهم على حدودها. مشاهدينا الكرام، النشرة انتهت. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الخاصة بقناة الفلوجة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.